صلي على حضرة رسول الله. شدي من قدام. ايوه كده. ايه؟ افرد بقى كده. ايوه بص عادي يا عم، ساقي شويه يا تيفه. خش بالشوربه يا تيفه. حصل يا خال، الشوربه اهي سخنه ومولعه. الف هنا. اهو كده الف هنا. الشوربه بقى هي اللي تفتح المعده. لا والبخال لسه. أيوة. فين المخلل؟ المخلل جاي اهو. انا جاي في كل حاجه، في خيار وجزر وليمون معصفر والفلفل نار مولع. وعم جحيم شافك يا بنت ولا لا؟ شافني مين بس يا عم غزال؟ ده لو كان شافني كان قطعني حتت كده وخرطني بدل المخلل ده. الرز المعمر وصل. صلي على النبي. على السلام. هياكل يخلي باله على صوابه. صدق بالله انا شامم ريحته من بدري وعمال اقول هو ولا مش هو. لا هو هو بتاع ميرته. هو الرز يسوى حاجه من غير فراخ سعديه؟ ايوه اهم حاجه، اهم حاجه بس بخرتيها الاول لحسن تكون ملبوسه اي حاجه من الاول. يحق لك تتريق يا ابو خطوه، ما انت طلعت معكم على البهاريز كلها. بهاريز ايه؟ بهاريز ايه؟ بهاريز ايه؟ انا معكم على ايه؟ بهاريز ايه؟ بعدين يا سهن، بعدين سهن كمان. هعمل لك يا ابراهيم طبق حالا. انت هتقعدوا تاني؟ يلا يلا بسم الله. انا عصافير بطني حلوه. اعمل ايه طبق؟ اعمل ايه طبق؟ يلا ما تكتريش ما تكتريش، كلنا ناكل مع بعض. يلا كل من كتر العشوائيات وصعاليك الحواري وسكان الأحياء الشعبية والضواحي والأرياف، هم دول المفتاح السحر اللي غارت علي بابا، هم دول كلمة السر الوحيدة للمكسب والسيطرة والنفوذ، هم دول أصل الخناقة وبؤرة الصراع. هي دي لعبتك يا شهنم. هو أنا جمهورك الحقيقي، مش شوية المهاويس اللي قاعدين ينظروا السياسة على أهالي وسط البلد. يا بابا المهاويس دول أثروا في الشارع فعلا، وليهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، خاصة خالد عزمي ده. لا جمهور 2% من الكتلة الحقيقية للشارع الحقيقي. انتوا اصلكم بتقيسوا غلط. ايوه فعلا انتوا بتقيسوا غلط. احنا بنتكلم في 98 مليون يا شاهين. ده ماشي يا بابا، بس ده برضو ما يمنعش ان انا اشتغل مع خالد عزمي وغيره. الغي التعاقد ده فورا يا شاهين. ده الغي. حاضر يا بابا حاضر. ايوه في ولد جديد اسمه شوقي الزيات. زيات؟ زيات ده أراجوز، الناس بتضحك عليه يا بابا. عارف اعرضي الأراجوز ده يا شاهين ده وشوفي كام واحد هيتلم عليه. ماشي. الغي ميعاد عزمي ده، وقولي الفارس يعمل لي تقرير سريع عن شوقي زيات. تمام؟ زيات ايه يا فندم؟ ده سعادتك. خلصي بقى ما تناقشنيش، عايزة داتا كاملة وعايزة أعرف ميديا لينك تدوله كام. فؤاد بيه. أيوة بابا، أنا حضرت لحضرتك تقرير اللي حضرتك طلبته مني عن الموضوع اللي اتكلمنا فيه من يومين. أنا ماليش نفس أقرأ حاجة دلوقتي. مفيش مشاكل، أنا هشرحه لحضرتك. هو أنا بصراحة جالي عرض فاجئني جداً من شركة نيو إيرث. مضمونه إنه عاوزين يشاركونا في الحملة الانتخابية بتاعتي الفترة اللي جاية دي، مقابل يعني عقد 3 سنين استشاري قانوني عندهم، وفي نفس الوقت عاوزيني أقبل إني أترافع عن فريد الصاوي. قابلتهم؟ لا لسه. أنا قلت آجي أعرض على حضرتك الموضوع الأول ونشوف هنعمل معهم إيه. قابلهم يا فؤاد وافتح معاهم الكلام للآخر وسجل القعدة دي. أسجل القعدة دي؟ أيوة، بعد ما تسجل القعدة دي تدي التسجيل لشاهين ده تنشره في الجورنال بتاعها. أنشره إزاي بس يا بابا؟
ايوه تنشريه مش كده وبس، تسعيه في حلقه مع اعلامي كبير عندك يستضيف الاستاذ عشان يشرح جريمه الرشوه اللي تعرض لها. معلش بعد اذنك يا والدي، بس الظاهر ان حضرتك ما عندكش خلفيه كافيه عن المجموعه دي. دي مجموعه مهمه جدا ومسنوده من منظمات حقوقيه كتيره جدا دوليه. واتنين من قيادتهم كانوا عملاء للسي اي اي من 10 سنين. بالظبط. تحب بقى سعادتك تتركن جنبهم وتتبع العيد ولا تبقى بطل قومي؟ ناس تهتم باسمك قدام اللجنه. تحت امرك يا بابا. يوسف بيه، ايه بقى الكارثة اللي مستنيها سعادتك؟ امين زفت سلطان. ماله الجربوع ده؟ دخل على المناقصة بتاعت عطامية وكلم الناس بتوع الكويت، اقنعهم ان هم يخرجوا منها في ثانية الا ثانية، والنهارده عرفت انه خد ابروفل من مكتب الوزير. الله الله الله، ده كده يبقى مصمم بقى. الغريبة ان هو مش جاهز اصلا للمشروع ده. هو داخل بتقل كله في مشروع الساحل، هو بس بمجرد ما سمع اسم تيمور يكب خلاص. ايوه. معلش يا جو، معلش يا ابني، اصل هو الحقيقه يعزني حبتين ويحب الحاجه اللي معايا. معلش معلش يوسف، انت تعرف صفوت الشيمي سكرتير مساعد الوزير؟ اه طبعا اعرفه. الراجل ده عنده اخت حلوه قوي. احلف. طب ايه اخش؟ لا يا يوسف، انت دماغك في ايه؟ الله سوري. بقول لك صفوت ده بقى مجوز اخته لمساعد الوزير شخصيا في السر ورا عرفي، ومساعد الوزير بيروح لها في الشقه المفروشه يوم في الاسبوع. اوبا حلو ده. حضرتك بقى هتشوف له شقة حلوة في التجمع وتقول له بابا بيسلم عليك، الباشا بيسلم عليك وبيقول لك مبروك، دي نقطة العروسة. يا سيدي يا سيدي، بس يعني لو عمل فيها ده ما فيش. لو لو ايه؟ ده انا هأمنك، هديك اسماء الشهود اللي شاهدين على عقد الجواز ده وعنوان الشقة ومعاد الزيارة الأسبوعية. عاوز ايه تاني؟ وكده تبقى انت عملت اللي عليك يا جو. شايفين الدماغ؟ غسة غسة. بعد إذن حضرتك. يا عين أهل. هو الريبورت جاهز يا فندم، بس في مشكلة. ايه المشكلة؟ شوقي الزيات امبارح مضى في نيو كايرو عقد بخمس سنين بأجر خيالي. انت متأكدة؟ طارق الأراجوز؟ طارق الأراجوز، معلش محدش بيتعلم ببلاش. أنا مش مصدقة. نيو كايرو عمرهم ما دفعوا الرقم ده لأي حد. أعلى اسم في السوق ما خدوش. عشان عندهم ناس بروفيشنال عارفين قيمة الأراجوز وسط المولد وبيصرفوا عليه، مش على خيال مآتة في أرض بور. أنا آسفة يا بابا. ما تأسفيش، اوعي تأسفي تاني، فاهمة؟ اتعلمي وبس. أنا بتأسف لحضرتك يعني، مش بتأسف لحد غريب. برضه ممنوع، ممنوع تتأسفي ولا تقولي كلمة أسفة دي لأي حد، حتى قدام أنا. فاهمة ولا مش فاهمة؟ في إيه؟ مالكم؟ ما تحسوا بنفسكم شوية. شوفوا انتوا تبقوا مين؟ انتوا اصحاب البلد دي يا جهله، انتوا لا تيمور يا جهلة. سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. سبحان الله ونعم بالله. عم علام، عم علام، انت ايه اللي بقومك بدري كده؟ احنا فين والفجر فين؟ الفجر؟ الفجر شعشع من بدري يا عبيط، وانت مش داري.
عشان بدري يا عم علام الساعه ما جاتش. سبحان الله. لا لا يا عم هتصحي الناس بدري ليه؟ يا الله المعلم سافرت منه خالص. يا كريم يا كريم يا رب الله يعينك. هنقول ايه؟ الناس كلها هيست يعني جت على الراجل الغلبان. هيس يا عم براحتك اديها.